إذا في هذه التمرين غادي نحسبوا الليميت ديال اكس أس 3 زائد 2 اكس ناقص 1 زائد الان 1 ناقص اكس أس 3 عندما يؤول اكس الى ناقص لا نهايه. اول خطوه غادي نقوم بها هي غادي نحسب الليميت ديال هذا الجزء هذا اللي هو عباره عن داله حدوديه، ومن بعد الليميت ديال ما بداخل الان اللي هو كذلك داله حدوديه، وندير التعويض ونشوف شنو غادي يعطيني. إذا الليميت ديال إكس أس 3 زائد جوج إكس ناقص 1 في مول لنفيني دالة حدودية، كندير الليميت ديال أكبر حد اللي هو ناقص إكس أس 3 أو هو إكس أس 3. إذا الليميت ديال إكس أس 3 في مول لنفيني كيعطيني مول لنفيني. الليميت ديال 1 ناقص إكس أس 3 في مول لنفيني كذلك دالة حدودية، إذا هو الليميت ناقص إكس أس 3 اللي هو أكبر حد في مول لنفيني. إذا إلا عوضت غيجينا ناقص و إكس أس 3 في مول لنفيني هو مول لنفيني، أي غيجينا بلوس لنفيني. إذا إلا عوضنا في الدالة فغيجينا الليميت، إذا الجزء الأول عطانا مول لنفيني زائد الألين ديال بلوس لنفيني غيعطيني بلوس لنفيني، يعني شكل غير محدد. إذا هنا خصني نحدد الشكل غير المحدد، وبالتالي خصني ندير التعميل. إذا أول خطوة غادي نقوم بها، إذا عندنا الليميت ديال إكس أس 3 زائد جوج إكس ناقص 1 الألان. إذا خصني نعمل التعبير اللي كاين داخل الألان، ولكن هنا خصنا ننتبهو مزيان لأنه عندنا إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن إكس عدد سالب، أي أن إكس أس 3 عدد حتى هو سالب، وبالتالي هنا ما خصنيش نعمل بإكس أس 3. إلا عملنا بإكس أس 3 غيكون عدد سالب، وبالتالي كنعملو بواحد العدد اللي هو موجب. علاش؟ لأن حنا ما غادي نعملو بإكس أس 3، شنو غادي يجينا؟ غادي يجينا الألان ديال إكس أس 3، غيبقى لنا واحد على إكس أس 3 ناقص 1، إذا هذا عدد سالب وهذا عدد سالب، وبالتالي مغادي ندير الألان ديال إكس أس 3، إذا ميمكنليش ندير الألان ديال عدد سالب، إذا خصنا نديرو القيمة المطلقة زائد الألان ديال القيمة المطلقة ديال إكس أس 3 ناقص 1. إذا باش نتفادى هاد الخطوة هذه كنعملو بواحد العدد اللي هو موجب، وبالتالي غنعملو بناقص إكس أس 3. إذا الحد الأول كان عندنا 1، إذا كنقسم على داكشي اللي عملت به، يعني 1 على أو ناقص 1 على إكس أس 3، ناقص إكس أس 3 عملنا بها بقى لنا 1. إذا دابا غادي نسطر الكتابة ديالنا، دائما النهاية في مول لنفيني. إذا الليميت ديال إكس أس 3 زائد جوج إكس ناقص 1 هنا زائد، إذا زائد هنا عندنا الألان ديال واحد التعبير في واحد التعبير، إذا هو الألان ديال ناقص إكس أس 3 زائد الألان ديال 1 ناقص 1 على إكس أس 3. الألان ديال ناقص إكس أس 3 راه هو 3 الألان ديال ناقص إكس. كاين اللي كيشوف ناقص لداخل كيقولك بأن ناقص إكس عدد سالب، لا راه ماشي عدد سالب لأن إكس هو اللي عدد سالب، وبالتالي ناقص إكس عدد موجب. إذا هنا ممكن نكتب مباشرة 3 الألان ديال ناقص إكس النهاية في ناقص لا نهاية. إذا دابا غادي نحاول، دونك هنا ما عندناش هاد التعبير هذا، ما عنديش فيه مشكل، كيبقى لنا المشكل في هاد الجزء هذا. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نعملو بإكس أس 3. إذا الليميت دائما كنحاول نعمل بالحد اللي عنده أكبر أس، إذا الليميت ديال إكس أس 3، إذا الحد الأول غيبقى لنا 1، هنا عندنا جوج إكس، إذا عملنا بإكس أس 3 غيبقى جوج على إكس كاري ناقص 1 على إكس أس 3 زائد 3 الألان ديال ناقص إكس
على إكس أس 3 زائد الآلان ديال 1 - 1 على إكس أس 3. هنا بطبيعة الحال عندنا الآلان ديال ناقص إكس على إكس أس 3. إذا حنا كنعرفو في النهاية المرجعية كتكون عندنا الآلان ديال إكس على إكس أس أن. إذا هنا باش نرجع نفس المتغير يمكن لي ندير ناقص هنا وهنا، يعني هنا كنديرو ناقص أس 3 وغادي نرجع هادي ناقص. إذا بالنسبة لينا حنا النهاية حنا عندنا هنا هادي ستؤول إلى الصفر، 1 - x أس 3 ستؤول إلى الصفر، هادي كذلك ستؤول إلى صفر. علاش؟ لأن النهاية مرجعية. حنا كنعرفو بأن هنا غادي نديرو تغيير لمتغير، غادي نوضعو ناقص إكس هي غون إكس، يعني ملي كتقول عندنا ناقص إكس أولا ملي كتقول إكس ناقص لا نهاية، فغون إكس غتقول زائد لا نهاية، يعني غتكون عندنا ليميت ديال ألان ناقص إكس على ناقص إكس أس 3 عندما يؤول إكس إلى ناقص لا نهاية، هو الألان هو الليميت ديال ألان ديال غون إكس على إكس أس 3 في زائد لا نهاية، وهذا كيساوي لنا هو صفر. وعندنا الألان ديال 1 - 1 على إكس أس 3، إذا 1 - الألان فيني هو صفر، الألان ديال 1 هو صفر، إذا هذا غيمشي للصفر. إذا شنو غادي يبقى لينا؟ غيبقى لينا إكس أس 3 اللي غتمشي لانفيني في 1، إذا لانفيني في 1 هي لانفيني.